بدي راح بقول اهلا وسهلا بالنجمه رولا شميه. يقبرني موديلك والوانك. يخلي لي الوانك وصحتك و... وانا كثير سعيد مثل كثير من محبينك انه اليوم عم تنطلقي بمشروع جديد. ولعت السوشيال ميديا قبل ما اوصل لعندك عم بيقولوا قصه زواج مفاجئ بين رولا وماريو. خبرينا بقى لنشوف اللي شغل باله شو الموضوع. انا بعرف انه اكيد لا بده هيدا ضمن الشو اللي عم نعمله انا وماريو، لانه انا وياه بنفس السنه تجوزنا، فحبينا تكون هيدي مثل هيك تيزينج للشو تبعولنا. نعم. ما عملنا عرس لا انا ولا هو، فمشان هيك عملنا عرس هلا بوجودكم، عازبينكم على حسابكم. ببوسوا العروس مش العريس، اخر من هلا بوجهي. حياتي رح نرجع نشوفك في مهضم، مش معقول. باي أنا زرفت قدامكم؟ أنا زرفت قدامكم؟ لا لا إيه؟ لأنه أنا كنت عم حسحف عليا للرقاصة. شايفني قاعدة بحطه للأورجانيست ولا على التيفو للطبيب؟ السكاي بار، السكاي بار اللي بيقصدوه مش بس الاخوان العرب انما الاوروبيين ومن والاجانب كلها بتجي تشوف. ثالث اهم نايت كلوب بالعالم. اكيد. اليوم مشروعك الجديد الليله عم بيولد، خبرينا عن ولاده هالعمل. هيدا المشروع اللي تقريبا يا عماد 15 سنه، انت ادري اكثر شيء، بتعرف قد ايه كنت احكي انه بدي اعمل شو فيه فرقه موسيقيه بغني اغاني لإلي، وخاصه انا مجدده اغنيه للراحله فريا الكريم. هلو. فحبيت انه هيدا المشروع بقى يبصر النور، وكان بهالفتره انا وماريو عم نشوف بعضنا، وحكاني ماريو كرمال انا بفوت معه بالمسرحيه، قررت انه انا ما بدي اعمل مسرح كمسرح شانسوني. قلت له اذا بدك انت انضم لمشروعي، وعملنا الكونسبت مع بعضنا، وكمان صار في كيمستري كثير قويه انا وماريو، وهالقد فهمنا على بعض، اشتغلت كثير اخراجيا على نفس الشو، ويعني صار فيك تقول انه فيك اذا بدك تعمل شيء اخراجيا بقدر اعمل لك اياه، لانه الشو من اخراجي. بقلبه لهيدا الشو في فرقه موسيقيه، في بالي دانسر، في بغني مارك اوبيرا، في معنا شادي مارون كمان الممثل المخضرم المحبوب اللي انا بكن له كل الاحترام والتقدير. خرجوا انت خرجي. الرئيس بوتين معجب بفنك ماريو. دائما في اجتماعاتي مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب يقول له ما بدنا سلاح بدنا سلاح. يلا يلا حتى تعرفها هاي ساعات الشغل. كنا سوينا من وحده طويله. يلا اوكي 1 2 3. فيو نحن منغني ومنرقص وبقلد، نعمل ستاند اب كوميديز، وفيه لواحظ وفيه ماريو كاب. حلو. يعني بكل اسبوع نهار ثلاثة بنعرض بس 100%. لامتى باقيين؟ لا 17 اوف سبتمبر ل 17/9. هو صفور الصبر.
الفن إلى حياتك الخاصة. خبرينا لليوم عن حياتك الزوجية، قد سعيدة فيها؟ الحمد لله، قد غيرت حياتك؟ كله تمام، مبسوطة ومرتاحة كتر خير الله، وإن شاء الله بتمنى هيدا العيشة تكون لكل فتاة بتحب جوزها. كان قرارك صح يعني؟ صحيح الحمد لله. اختيارك صح صحيح؟ مظبوط. حلو حلو كثير. في غيرة؟ أبداً لا، ما أنت بتخلي الواحد يغار وأنت ما بتخلي يغار، فلما بتكون في ثقة وبيكون في تفاهم ما بيكون في هدول القصص. صحيح. مساء الخير يا جماعة، سألين أبو وديع أبو وديع أبو وديع أبو وديع. يوم أول مرة عدنا بزهر في عيوان، يوم أنا عمرني يكون في عيوان. من عندك عليك شو من عندك؟ ماريو خبرنا عن الثنائي انت ورولا اليوم، مثل ما سمعنا انه هي اللي جابتك لعندها هالمره. شو اللي جاب ماريو عند رولا وحبوا يعملوا هالثنائيه وهالعرض الحلو حنشوفه اليوم؟ يعني رولا وحشه يعني عن جد، شي از بتفكر ون اوف ذا بيست كوميديان يعني موجودين بالعالم العربي. صح. وعندها الخبره تبعيتها بالامبروفايزيشن ورا السكتشات كيف بتعمل، وعندها موهبه كثير حلوه. فجيت هلا مؤخرا قلت لها تعي تنعمل شيء، كانت هي عم بتحضر انه هاي الفكره مع شيء، فدغري غرتني الفكره وقلت لها هاتي تنعمل مر انا وياك يعني بين فكرتك وبين، لانه انا بعتقد الشانسونيت نعمل بس سكتشات وستاند اب لحال صفى شوي ديباسي، لانه عم يحترق هيدا الشيء على التلفزيون. التلفزيون صار كله شانسونيت، السوشيال ميديا كلها شانسونيه. قبل ما كان في سوشيال ميديا وكان تلفزيون راكيز، كنا نطلع نحن سبايسز نطلع على المسرح من نعمل قصص تقليد وانتقادات وساركاز، كانوا يحبوا العالم. هلا عم يحترقوا الفكر، فمنشان هيك بدك تعطي شيء اكثر، بدك تعطي بيرفورمنس، بدك تعطي جو. وبعدين اللبنانيه بدهم ينبسطوا، ما بدهم بس يشغلوا راسهم. فحلو تكون انه سهره كامله بيتخللها كوميدي، هذا شيء دقيق. ورولا شاطره فيها، عندها خبره باساس الموسيقى، وانا كان عندي كمان طبعاً كوميدي لايف وبلاي روم بيرليسك طبعاً. فهذا كله اجى لصالحنا بنقدر نقلع بهيك شيء. انا عرفت كل هدول القصص اللي عم تعملها، كرمال التليفون اللي جوا تركته عندي ونسيته بالاوضه، مساجاتك وواتساباتك، منين هش كلهم تعرفوا؟ منين بتعرفي؟ ايوه انا ما تعرفت عليك. واذا انا ما تعرفت عليك ما بتعرفي انه انا ازاي؟ وكل الزبات ما عم تسالوا.